الحلمه اللي قدام والكلبه بتاعتي شغاله وواده وزي الفل ولبنها كله ابيض وزي الفل وتمام تمام ما فيش منه اي مشكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى كل متابعينا وكل مشاهدينا على قناة كل يوم معلومة مع محمد فرحات. طبعا بشكر كل الناس الجميلة اللي بتخش بتنورنا او بتكتب لنا كومنت بيبسطنا او كومنت كويس جدا. فطبعا اتمنى الناس اللي بتخش تعمل مشاهدة وتخرج، يعني لو انت مش عايز تشترك ده براحتك انت، بس يا ريت تدعمنا بلايك مش اكتر من كده. اهم حاجة انك تستفاد، استفدت اعمل اي حاجة تبقى ذكرى لك معانا على القناة، تمام؟ طبعا يا جماعة النهاردة ان شاء الله هنتكلم في كذا امر مهم جدا وهيكون الفيديو عملي. هنتكلم عن حلمات مش صديد، حلمات صديد اللبن. بتلاقي حلمة واحدة من ضمن كذا حلمة بتلاقي فيها صديد، فنبتدي هنشرحه على كلبة معانا على النتيجة بتاعتنا، هنشرحه الفيديو بإذن ربنا عملي قدام منكم. بس سريعا كده نتكلم عن طبعا الناس، يعني ناس كتير طبعا اتكلمت وسالتنا، مش اتكلمت سالتنا، وكان من ضمنهم النهارده طبعا استاذ عزت وناس جميله كتير قالوا لي يا محمد لحد امتى الكلبه بتبتدي تخلف؟ ولحد امتى الكلبه بتقطع الخلف؟ تمام؟ طبعا يا جماعه لحد امتى الكلبه بتبتدي شغاله او بتفضل شغاله؟ ممكن لحد ما تموت. ممكن لحد ما تموت. طيب ايه اللي بيهلك النتايه في وقت الخلف او قله الخلف؟ اللي بيهلك النتايه فتره الصيف. لو انت جوزت نتايتك فتره الصيف اعتبر نفسك انك قضيت على نص عمرها. يعني ايه قضيت على نص عمرها؟ قضيت على نص عمرها طبعا زي ما احنا عارفين البيئه الجو حر، طبعا بيبقى في حاجه اسمها احتباس وفي حاجات كتير جدا، فربنا يعفينا طبعا ويعفي كلابنا كلنا جميعا. لكن الكلبه بتاعتك لو هي شايله في الصيف، يعني لو هي بتاخد من جسمها في الشتاء بنسبه 50%، تمام؟ من جسمها من كلسم من كل شيء، تمام؟ فانت في الشتاء، فانت في الصيف بتاخد من جسمها بنسبه 120% من جسمها، فانت بتضيع النتايه، في جوازتك في الصيف. وللاسف يا ريت الجراوه بتعيش، الجراوه ما بتعيشش، الجراوه بيجي لها احتباس، الجراوه بتتعب، الام ما بترقدش عليهم، الام كل شويه بتقوم من على العيال عشان خاطر الجو حر مش قادره ترقد عليهم. امور جدا كتير جدا، تمام؟ بتواجهنا كغواية او كمنتجين او كناس بتفرخ او بتربي كلاب، تمام؟ اتلاشى الكلام دوك امتى؟ اتلاشى الكلام دوك لو انا كلبتي بتحيد في فتره الصيف، ممكن افوت لها فتره الصيف وابتدي اجوزها في الشتاء. فوتك ليها فتره الصيف بتخلي الكلبه بتاعتك بصحه كويسه قوي، ما بتهلكش صحتها، بتفضل الكلبه معاك لما تتم ال 10 سنين وهي بتنتج. ايوه والله العظيم، انا بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر عليها. طبعا معانا اسيا زي ما انتم عارفين، اسيا النهارده عندها يا جماعه عندها 7 سنين، وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها يا رب، وربنا يحفظها ويحفظ حاجتكم جميعا. شغاله ليه؟ بنفوتها او بنريحها بمعنى اصح. لو احنا ما فوتناش هي بتفوت نفسها. في نتي كده عشان نبقى عارفين ان بيجي لها وقت اصلا وهي متجوزه بتبقى الامور هي تمام والذكر تمام وتلاقيها فوتت، دي طبعا اراده ربنا. وساعات نتي ما بتشيلش، بتبقى بتجيب بطنين وتريح بطن، هي ديك عاده بالذات في النتي الثقيله بتريح نفسها بنفسها. دي حاجه بقى طبيعيه من عند ربنا، فانت لو فوتت لها في فتره الصيف ديك، وشغلتها في فتره الشتاء، فانت ممكن هتشتغل معاك مره في السنه. يعني هنقول في ال 10 سنين لو انت مشغلها في السنه مرتين هتجيب لك مثلا 20 بطن، يا عم خليهم 10 بطون بس طالعين زي الفل كده باحجام كويسه باشكال كويسه، والكلبه بتاعتك الاميه لسه بصحتها وبحلاوتها وبرشاكتها وبكل شيء، تمام؟ يعني يا استاذ عزت او الناس اللي سالت، كلبتك فوتها في الصيف، بلاش جوازة الصيف، فوتها في الصيف وجوزها في الشتاء لحد ما تتم ال 10 سنين يعني او اكتر كمان، فهتلاقيها شغاله معاك لحد ما تموت. ممكن تموت لا قدر الله وهي حامل، طول ما انت مريحها بتاكلها اكل صحي. اهم حاجه بقى هنا الحركه، اهم حاجه هنا المشي، اهم حاجه هنا الشمس في كل شيء. طول ما انت كلبتك مهتم بيها بزياده ما تفرقش معاك سن خالص، مش هيفرق معانا سن خالص، السن مش هيبقى يعني زي ما احنا بنقول السن هيبقى رقم. عندها قد ايه؟ عندها سنه 2 5 10 هيبقى رقم، لكن كصحه ومجهود زي الفل و100 فل و14 مش مزعلاني في حاجه، تمام يا جماعه؟ ده
بالنسبه للنتايه اللي هي مثلا سنها كبير وبتخلف وشغاله وزي الفل. ده اللي احنا اتكلمنا عنه، يا ريت يا رب يكون الكل استفاد من المعلومتين البساط ديك. فنخش بقى على المعلومه برضو بتاعتنا الثانيه اللي هي حلمات صديد اللبن، وازاي بيكون الصديد بيضرب في حلمه واحده بعيد عن بقيه الحلمات، وازاي نبعد عنه ونبعد جراوين عنه، وازاي نتجنبه طبعا معانا حبيبه قلبنا طبعا اسيا، فهيكون الوصف عليها باذن الله تعالى. تمام، طبعا ادعوا لنا ولانفسكم ان ربنا يكمل على خير ان شاء رب العالمين. تمام، طبعا يا جماعه تلاشى طبعا الصديد في اللبن، احنا اتكلمنا عنه كتير طبعا، ازاي تتلاشى الصديد في اللبن وايه علاجه وايه الوقايه منه. تمام، النهارده بقى هنتكلم عن فين، عشان خاطر اتسالنا كام سؤال وناس عايزه اجابه للسؤال ده. تمام، عندي الكلبه بتاعتي بتكون بنلاقي حلمه واحده بعيد عن بقيه الحلمات بتنزل صديد او بتنزل دم، بتنزل صديد او بتنزل دم. طب في ناس هتقول يا محمد طب هل هو مش الدرع واحد؟ الدرع مش واحد، هو الدرع طبعا واحد، لكن زي ما بنقول كل حلمه وليها اللي بيقولوا ايه، خرطوم موصل لها. تمام، او عرق موصل لها، ان هو بيوصل الحليب او بيوصل اللبن. تمام، فممكن تلاقي مكان واحد ضرب، مكان واحد ضرب، تمام، يبتدي يبوظ الصدر كله، وممكن تلاقي مكان واحد وتبتدي تلحق تعالجه بسرعه، وتبتدي تلحق تعالجه بسرعه. طيب لو انا النهارده لو انا النهارده لقيت الحلمه اللي قدام دي، مثلا الحلمه اللي قدام دي فيها صديد، ابتدي اعمل ايه؟ الحلمه اللي قدام والكلبه بتاعتي شغاله وواده وزي الفل ولبنها كله ابيض وزي الفل وتمام تمام، مفيش منه اي مشكله خالص، ببتدي اجيب بلاستر وبص. قبل ما احط بلاستر الاول اخد عينه وبعد كده الف بلاستر عليه وابتدي اردع الكلاب من بقيه الصدر، بس مغلف او مبستر المكان اللي هو بينزل الصديد. تمام، او البكتيريا ببتدي ابسطره عادي يا سيدي، ببتدي ابسطره تمام، وخلي الجراوي ترضع من بقيه الصدر. بس سريعا ناخد بالنا من الكلام، سريعا نطلع على الدكتور بسرعه ونبتدي نشوف المشكله ونعالجها، لان في فتره معينه ممكن يقعد يومين ثلاثه معاك او اربع ايام بالكثير ويبتدي يضرب في الصدر كله، فانت بتلحق بتلف بلاستر عليه وبتبتدي ترضع بقيه النتايج لحد ما تجيب العلاج وتعمل المزرعه بتاعتك وتبتدي تطلع النتيجه وتبتدي تعالج الكلبه قبل ما تضرب في بقيه الصدر كله. وتبتدي تعالج الكلبه او صدر الكلب قبل ما يضرب في الصدر كله. تمام، دي بالنسبه للصديد في الحلمه. عشان خاطر كم حد قال لي هو فيه فعلا بيجي صديد في حلمه واحده؟ ايوه طبعا بيجي في صديد في حلمه واحده، بيجي صديد في حلمه واحده، ممكن تلاقيه ضرب في العرق كله. تمام يا جماعه، عشان خاطر نبقى متفقين. تمام، يا رب كل استفدنا. نخش بقى على طبعا الكومنتات، نقرا الكومنتات كده بسرعه سريعا للناس الجميله اللي كاتبها لنا. يلا بينا. انت معانا طبعا عم هاني النمر، طبعا ما شاء الله تبارك الله، اجدع محمد فرحات ابو هدايه جوهرج الغيه الذهب وماسو بورسعيد. حبيبي عم هاني ربنا يخليك، تحياتي لك وتحياتي لكل اهل بورسعيد. مصطفى ما شاء الله جواهرجي هتفضل عالمي. حبيبي يا مصطفى ربنا يخليك يا غالي، تسلم لي. كوكو الرشاش اللي ما بيفضاش، الجواهرجي ابو هدايه بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك لك فيها ويبارك لك يا ابو هدايه على الحلويات اللي بتمتع عينينا بيها. ده مش اي حد يقول كلب صيني، والكلام هنا في الساغة ارض الجواهر اللي عند ابو عدي وبس. حبيب قلبي ربنا يخليك يا كوكو. وطبعا يرجع الفضل لصاحب الفضل طبعا ابو باسم اللي هو طلع علينا كلمة جواهرجي. حبيبي ابو باسم ربنا يخليك يا غالي، تسلم لي، ربنا يبارك فيك على اللقب اللي سميته، وبقيت الناس كلها ما شاء الله مشيت على الاسم، ربنا يبارك فيك. طبعا استاذ محمد بسم الله ما شاء الله، حبيبي استاذ محمد ربنا يخليك. طبعا صبري ابو لاشين حبيب قلبي واخويا، انت اخويا وعشره عمري، دايما في ظهري واقف جنبي، ربنا يستر عليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا صبري. دي اقل واجب لك، انت اخ طبعا. استاذ محمد الله اكبر بسم الله ما شاء الله، فعلا انت جواهرج الغيه ومميز عن الجميع، ربنا يخليك يا استاذ محمد، تسلم وشكرا جدا لذوق حضرتك.
محمد فرم، بسم الله ما شاء الله، دايما متألق يا اخويا، ربنا يستر عليك حبيبي يا حمو، ربنا يخليك. ابراهيم، بسم الله ما شاء الله، حبيب قلبي كابتن ابو نديم، تحيه طبعا لكل اهل فلسطين، الناس الجميله، بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمك، استمر حبيب قلبي. ازاي تدرب كلبك؟ ما شاء الله، ربنا يخليك، احلى ابو عدي، احلى ابو مكه في الدنيا، ربنا يخليك. الاستاذ بجد او ابو عبد الله او استاذ عبد الله ابن الاصول، ربنا يفرح قلبك، ربنا يخليك يا غالي، تسلم لي كلك ذوق، ربنا يبارك فيك. الاستاذ جلال، لو سمحت عندي كلب جيرمان 9 شهور ودانه ما بتقفش، اعمل ايه؟ ارجع للفيديوهات بتاعتنا يا استاذ جلال من ورا، هتعرف طريقه الدعامه وازاي والحاجات اللي هتتاخد مع الدعامه وان شاء الله الامور هتبقى زي الفل. زياد الهجان، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك حبيب قلبي، ربنا يخليك. طبعا حبيب قلبي ابو باسم، احترافيه عاليه من جواهر الجيرمان، استاذ الفرخ الغاوي المحترم كابتن محمد فرحات، حبيب قلبي، ربنا يخليك يا ابو باسم يا غالي على الاسم واللقب الجميل اللي انت سميتني بيه، والناس كلها بسم الله ما شاء الله مشيت على نهجك، ربنا يخليك يا ابو باسم، تسلم لي. الاستاذ اسلام، طبعا بعد اذنك، هو الصباع الخامس في الرجلين الجيرمان الخلفيه تعيبه؟ ايوه تعيبه، بالنسبه للكلاب البيور تعيبه، اما الكلاب اللي هي الشعبيات الكلاب العاديه ما تعيبهوش، لان الكلب عادي، اما بالنسبه للكلب البيور يا جماعه لو في ضافر زياده تعيبه، ما يبقاش كلب بيور، يبقى كلب داخله كلاب شعبيه، تمام؟ محمود، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك حبيب قلبي يا حضره، ربنا يخليك. استاذ عز، طبعا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك. كابتن محمد باشا مصر، مش عايزك تنسيني، لا يا غالي طبعا مش نسيك، انا عينيا ليك، انت تؤمر يا غالي السلطان. يا ريت يا كابتن لما تعمل الفيديو بتاع الصديد اللبن تتكلم تفصيلي عن ان في حلمه فيها صديد وفي حلمات لا، وحاليا هي حاليا علشان مات مني 3 جراوي والباقيين بردعهم من حلمات صدرها اللي ورا، فحل سريع يا كابتن لو سمحت، علشان خايف الجراوي تكبر شويه وترضع من حلماتها اللي قدام فتموت هي كمان، معلش في الاطاله، لا ولا يهمك يا غالي. بص انا عملنا كده الفيديو، بس انا احب اقول لك حاول دايما عالج الصدر ده عشان خاطر ما يضربش، لو ما ضربش دلوقتي ممكن يضرب قدام، فعشان ربنا يسترها معاك وما يحصلش اي مشكله، حاول تلفه باي بلاستر بس تاخد منه عينه وتطلع على الدكتور، تعمل عينه الاول زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو كده دلوقتي، تعمل عينه تمام، وتبتدي باذن ربنا تعالجها عشان خاطر في الخلفه الجايه ما يحصلش اي مشكله. مرتين، بسم الله ما شاء الله، حبيب قلبي كلاب للتبني، انا بقدم كلاب للتبني طبعا، ربنا يوفقك. شيخ الجبل، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك حبيب قلبي يا شيخ الجبل، ربنا يخليك. استاذ احمد، الله اكبر ما شاء الله، حبيبي استاذ احمد. زياد، اللهم بارك، ربنا يزيدك يا غالي حبيبي يا زياد. باسل صلاح، اول حبيب قلبي يا استاذ باسل، طبعا حبايب قلبي كلكم طبعا والله العظيم، يعني طول ما احنا بنكبر او يعني بصراحه ربنا كل كومنت بيتكتب حلو بيبسطني والله العظيم بيفرحني، فطبعا ربنا يفرح قلبكم يا رب زي ما انتم دايما مفرحينا كده وبسطنا باذن الله تعالى، وان شاء الله اي حاجه تحتاجوها في اي وقت انا تحت امركم طبعا في اي شيء تطلبوه، فطبعا ما تنسوش ميعادنا ان شاء رب العالمين حد وثلاث وخميس، دي ميعاد الفيديو، حد وثلاث وخميس ميعاد الفيديو الساعه 4 ان شاء رب العالمين عصرا، يوم الخميس 10 مساء اللايف تمام، فيا ريت بقى نوصل الفيديو دوت، عاوزين بعدد المشاهدات لايكات، تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.